السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أقدم لكم شرح تعليمي لطريقة استخدام مايكروسوفت أوفيس وورد. لا يهم الإصدار، أن الذي الإصدار الذي أمتلكه حاليا هو 2007، وهناك إصدار 2010، وهناك إصدار 2013. المهم تقريبا نفس العمل عليه. سوف أقوم بالعمل بالعمل والتكلم في نفس الوقت حتى تكتشفون ربما هناك ميزات أنتم تجهلونها لكنها مفيدة وقد تحتاجونها لاستعمالتكم. على بركة الله نبدأ. أنا تعمدت أن يكون هذا الشكل هكذا غير مضبط جيدا حتى تعرفوا كيف تضبطون الصفحة بشكل دقيق وتشتغلون عليها. أول ما تلاحظون هو أنه لا توجد هناك مسطرة. أول شيء نأتي إلى هنا أفيشاج ونضغط هنا حتى تظهر لنا المسطرة لكي نشتغل. بعدها نأتي إلى هنا، هنا نختار شكل الصفحة، هل تأتي بشكل أفقي أو شكل عرضي. مثلا عند الضغط هنا كما تلاحظون الصفحة أصبحت تظهر بشكل عرضي. أما إذا أردناها بشكل العادي، نعيد الكرة ونضغط هنا فتصبح بالشكل العادي. نعود إلى واجهتنا الرئيسية. إذا أردتم الكتابة باللغة العربية يجب أن تأتوا إلى هنا، انظروا هي مؤشرة هنا، يجب أن تؤشروا عليها هنا حتى تصبح الكتابة عندكم غير مختلطة حتى تكون منسجمة. أول شيء على بركة الله نبدأ، أضغط هنا لكي تتوسط الكتابة الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عند الضغط يصبح الخط أسمك قليلا، هنا بالضغط هنا فقط يزداد حجم الخط. من هنا نغير نوع الخط وليكن هذا مثلا، هنا نغير لون الخط مثلا وليكن هذا اللون. انتبهوا جيدا، هنا يمكن لكم أن تجدوا عند الضغط هنا أن تجدوا ألوان أخرى، ما عليكم إلا الضغط هنا وتختاروا النوع اللون الذي يناسبكم أو من هنا. وبعدها تنزلون أو تصعدون السهم وتلاحظون النتيجة هنا، اللون الذي ينال إعجابكم. التطبيق أوكي، أنا اخترت هذا اللون. بعدها ماذا يوجد هناك؟ هنا لكي نضع سطر أو نزيله، هنا لكي تصبح الكتابة مائلة قليلا أو نزيلها، هنا نريد أن نصعد كلمة أن نصعد قليلا من جملة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أعلى، نضغط هنا ونصعد قليلا بالماوس، فها هي أصبحت أعلى. نريد أن ننزلها قليلا هكذا، نريد أن نعيدها إلى فوق هكذا، هكذا هي أحسن. بعدها نأتي مثلا نكتب درس توضيحي، وغير الخط لكي يكون بشكل بسيط.
وأضغط هنا لكي يأتي على اليمين، وغير اللون حتى يكون باللون الأسود عادي. درس توضيحي لطريقة استعمال الوورد، هذا المثال فقط. الدرس الأول، الدرس الثاني، الدرس الثالث. مثلا أريد تغيير من حجمه، مثلا نريد تغيير نوع الخط، وليكن مثلا هذا. وأغير له اللون لكي يكون باللون مثلا الأزرق. أنا أريد الدرس الثاني والدرس الثالث يأخذ نفس هذا النوع من الخط ونفس اللون. لا يتوجب علي كتابة كل جملة على حدة، فما علي إلا أن أضغط هنا. فكما تلاحظون ضغطت بالماوس هنا، ومن بعدها أأتي إلى هذه الفرشاة، أضغط عليها وأأتي إلى أظلل على الدرس الثاني. سوف يأخذ نفس نوع الخط ونفس اللون للجملة التي كتبناها. نفس الشيء للدرس الثالث، أريد أن يأخذ نفس اللون ونفس نوع الخط، أضغط هنا فقط، ومن بعدها أأتي إلى الفرشاة وأظلل على الجملة التي هي الدرس الثالث. سوف يأخذ نفس النسق ونفس اللون ونفس نوع الخط. اتفقنا؟ اتفقنا. الآن هنا هذه الميزة تتيح لنا كم نريد أن يكون مسافة ما بين الدرس الأول والدرس الثاني. مثلا سوف أظلل عليه، أريد أن تكون المسافة بينهما 2 سنتيمتر، فكما تلاحظ أريدها أن تكون 2.5، أريد أن تكون 3، أرأيت، أريد أن تكون بالشكل العادي أو أقل، هكذا. هذا بخصوص ما يوجد بهذه الواجهة. بقي هناك هذه هي الخانة تغير لنا من شكل الجمل. هي تنفع أكثر مع عند استعمالنا للغة أجنبية، أي الحروف اللاتينية. هنا تغيير اللون والنوع، هذا تقريبا ما يوجد في الواجهة الأولى. هنا باج دو غارد، يعني الصفحة الرئيسية أو الواجهة كما نقول. عند الضغط عليها نختار شكل الواجهة الذي نريد. مثلا وليكن على سبيل المثال فقط، مثلا وليكن هذا. هنا طابي لو تيتر دو دوكيمون، هنا تضعون عنوان الملف الذي تريدون. المهم هنا تكتبون ماذا تريدون، عنوان أو الشيء الذي يناسبكم.
تغيرون في المكان حسب حاجتكم. هنا التاريخ، هنا اسم الشركة، هنا اسمكم، أو تريدون مثلا هذا الإطار أن تصغروا منه قليلا هكذا، فكما لاحظتم أصبح أصغر هكذا. تريدون أن تعيدونه إلى كما كان في السابق، تعيدون فقط بتحريك من هنا من فوق المسطرة، وسوف يتغير لكم حجم الإطار. أنا لا أحتاج هذا الشيء. المهم عند الضغط هنا تختارون الواجهة التي تناسبكم. سوف أعود من هنا، أنا لا أريد هذه الواجهة. هنا عند الضغط عليها سوف باج فيرج، يعني صفحة بيضاء خالية من أي شيء. عند الضغط عليها سوف تصبح لكم صفحة بيضاء هكذا كما تلاحظون. هنا تدخلون الطابلو، يعني الجدول، الذي تريدون بالعدد الخانات. إذا كان هذا العدد لا يفيدكم، تريدون إدخال العدد بطريقتكم، يعني أنتم تتحكمون في عدد الخانات كما تريدون. تضغطون هنا فقط انسيري ان طابلو، ومن هنا تختارون عدد الخانات التي تريدونها وعدد الخانات التي تكون على شكل عرضي مثلا، وتكون مثلا هنا اريد ان تكون 5 و4، 5 يعني 1 2 3 4 5 من فوق و4 من تحت. لاحظوا بمجرد أن أدخلنا الجدول ظهرت لنا شيئين جديدين، كرياسيو و ديسبوزيسيون. هنا في كرياسيو هذه الممحات مهمتها مسح الأسطر التي لا نريد مثلا هكذا أو هكذا، سوف تزيل كلها أو هكذا أو هكذا. هنا نغير نوع الخط، مثلا هذا الخط أريد أن يكون سميكا قليلا، أضغط هنا نوع الخط مثلا وليكن هذا، ومن بعدها أأتي مثلا سوف أختار هذا وأشير هكذا فقط وهكذا وهكذا وهكذا، وهذا الخط أريد أن يتغير. أضغط هنا من فوق، أريد أن يكون مثلا على هذا الشكل، أضغط فوق ومن هنا أختار هكذا مثلا هكذا عفوا وهكذا. هنا أريد أن أكتب شيئا مثلا التاريخ، أريده أن مثلا هذه الميزة ماذا مهمتها، أريده أن يتوسط الخانة، أصبح يتوسط الخانة. أريده أن يتغير نسقه مثلا، أي وضعيته عفوا، عند الضغط هنا فقط سوف يصبح هكذا. إذا ما وجدتم أن الكلمة التي أدخلتموها غير منسقة جيدا، تضغطون هنا فقط وتنزلون فقط قليلا، ها هو أخذ هذا الشكل.
لاحظوا جيدا، عند الضغط سوف يتغير وضعية الكتابة. أنا أريد هكذا مثلا، أريد أن أغير له نوع اللون وليكون باللون الأسود وخط عادي. أريد هذه مثلا هنا، أريد أن يكون بلون هذه الكلمة أريدها أن تأخذ لون آخر، بمعنى عند الضغط هنا سوف تظلل باللون الأصفر أو اللون الأحمر أو هذا اللون أو هذا اللون أو هذا اللون، اللون الذي يناسبكم. سوف تظلل كلمة التاريخ باللون الذي نحب. نريد هذه الخانة كلها أن تأخذ لون آخر. نأتي إلى هنا، نضغط على هذا السهم الصغير ونختار اللون الذي نريد، أو بالضغط هنا كما أخبرتكم سالفا تظهر لكم ألوان أخرى، أو من هنا نختار اللون الذي نريد. نضع هذا مثلا هنا وننزل ونصعد هذا السهم حتى يظهر لنا اللون الذي نريد. مثلا أريد هذا اللون، أضغط أوكي فأخذ هذا اللون. أريد هذه الخانات كلها أن تأخذ هذا اللون، أضغط هنا وأظلل على بقية الخانات وأضغط فقط هنا، لا أضغط على السهم لأني اخترت من قبل هذا اللون، سوف يبقى آليا يظهر هنا، بالضغط عليه فقط سوف يأخذ هذا اللون. أريد أن يكون هذا لون هذه الخانة تأخذ لون مغاير عن هذه الخانة، أضغط هنا فقط وأأتي إلى هنا وأختار اللون الآخر مثلا وليكن أزرق أو أزرق غامق قليلا أو أزرق غامق أو أصفر أو برتقالي مائل إلى الأصفر أو أحمر، وليكن أصفر مثلا. هذا بخصوص الخانات. ماذا بقي هناك؟ هذه الواجهة، سوف أعود إلى هنا. هذه الميزة عند الضغط عليها تختار تسمى الرأسية، مثلا سوف أختار هذا الشكل، لاحظوا معي هنا تختار. هذه يحتاجونها أولئك الطلبة أو الطلبة الذين يشتغلون على مذكرات أو بحوث أو تضغطون هنا عنوان مثلا مذكرتكم أو بحثكم، وهنا تضغطون على التاريخ، تضعون مثلا التاريخ، تضعون التاريخ الذي يناسبكم، وهنا عنوان مذكرة مثلا درس تعليمي، عفوا وهنا التاريخ بالضغط هنا سوف مثلا مثال فقط. ها هي أخذت الراسية، أريد أن أزيل هذه الراسية، لا أحتاجها الآن. هكذا ها هي بقيت الراسية، أنا لا أريدها حتى لا تفسد علينا العمل. كنا هنا، لا هنا، الصفحات أين نريد أن يكون ترقيم الصفحات؟ فوق، أسفل، أو على الجانب بهذا الشكل، أو نختار الوضعية التي تناسبنا كما تلاحظون. مثلا عند الضغط هنا تنزلون فقط هذا السهم وسوف يظهر لكم أشكال عديدة، هذا الشكل أو مثلا هذا الشكل، لكن أريده أن يكون
أريد أن يكون أسفل، وهذا لن أريده بهذا الشكل كما تلاحظ، أصبح أسفل. هذا بخصوص ترقيم الصفحات. سوف أعود إلى الواجهة الرئيسية، مثلا أريد الدرس الأول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، أريد أن يكون على شكل نقاط. أضغط هنا، يأخذ رموز رومانية وحروف لاتينية أو أعداد 1 2 3 وبهذا الشكل، أو أريده بهذا النسق، يأخذ ضوائر، أو هذه هي العلامات، أو هذه هي الضوائر، أو هذا الرمز، أو هذا، أو هذا مثلا، وليكن هكذا. أريد هذه الأشياء التي أضفناها أن تكون هنا، أرأيتم؟ أصبحت هنا. أريد أن تتقدم قليلا مثلا إلى هنا، أرأيتم؟ تختار، تظللون فقط وتغيرون من كما قلت لكم من هنا بالمسطرة فقط، ترجعونها إلى ما كانت. هذا بخصوص هذه الواجهة، شرحناها بالتقريب. بقي شيء هنا لم أشرح، أختار مثلا شكل معين، مثلا وليكن هذا الشكل، لكن جملة بسم الله الرحمن الرحيم اختفت، سوف نظهرها من فوق. هنا أختار اللون الذي أريده، وليكن مثلا هذا اللون، مثلا هذا اللون. هنا الوضعية كما تلاحظون، أو بهذا الشكل، تأخذ شكل 3D ثلاثية الأبعاد، أو تضغطون هنا يأخذ شكل ما هكذا، أو الشكل الذي ترونه يناسبكم تتركونه. مثلا أنا أريدها بشكل عادي فقط، أنا أريدها بشكل عادي فقط، لكن جملة بسم الله الرحمن الرحيم اختفت. كيف أقوم حتى تظهر جملة بسم الله الرحمن الرحيم؟ تظهر على هذه، على هذا الشكل الذي أنشأناه. نضغط بيمين الماوس، نأتي إلى هنا، ومن بعده ننزل إلى أسفل. عند الضغط سوف يصبح هذا الشكل أسفل جملة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بخصوص الصفحة الأولى، شرحناها بالتقريب. هنا شرحناها هنا لم شيء آخر لم أتطرق إليه. هنا الرموز، المعادلات، شكل المعادلة التي تريدونها، أو تضغطون هنا تدخلون معادلة كما ترغبون أنتم. هنا لكي تدخلوا رموز ما، أو عند الضغط هنا سوف يظهر لكم رموز أخرى، أي رمز الذي يناسبكم. قلنا هذه تخص بالمعادلات، مثلا نريد هذه المعادلة، تريد إكس، تريد تغيير إكس، تظلل فقط وتضع الحرف الذي يناسبك. هذه تهم الطلبة والأساتذة. هذا بخصوص المعادلات، لا نزال هنا. هنا بالتقريب شرحنا هذه الصفحة بالتقريب كلها. هنا قلنا تغير الصفحة، تظهر لنا بهذا الشكل أو بشكل عرضي. هنا
المقاسات للصفحة. هنا color du page، عند الضغط عليها نختار اللون الذي يناسبنا للصفحة، نريده بأي لون مثلا. الصفحة كلها سوف تأخذ لون ما، نريد ألوان أخرى نضغط هنا فقط، مثلا نختار من هذه الألوان، أو نريد من هذه الألوان، أو نريد من هذه الألوان، أو نضغط هنا ونضغط هنا، نجلب صورة من المكان الذي خزناه فيها. مثلا أريد هذا اللون مثلا. أصبحت الصفحة كلها تأخذ هذا اللون. هنا عند الضغط هنا سوف يخرج لكم أشكال الإطارات، مثلا هكذا، ومثلا هذا الشكل. أوكي، كما لاحظتم أخذت الصفحة هذا الإطار، الإطار الذي يناسبكم أدخلوه. نريد خطوط تتوسط هذه الأشياء التي كتبناها، مثلا الدرس الأول، أريد عند الضغط على Enter ظهر لنا هذا الشكل، نضغط عليه فقط ونضغط على سيبريمي أو ديليت وهو قد اختفى. أريد خط ما أن يكون بين الدرس الأول والدرس الثاني، أعود إلى هنا، أأتي إلى هنا، لين أوريزونتال يعني خط أفقي، الخطوط التي تناسبكم تدخلونها، مثلا وليكن هذا الخط. رأيتم، أريد خط آخر هنا، ظهرت هذا الشيء، أضغط عليها فقط تصبح مظللة، أضغط على ديليت أو سيبريمي. أريد خط آخر، أعود إلى هنا، مثلا أريد هذا الشكل كما ترون. ماذا بقي هنا؟ شرحناها بالتقريب كلها، هنا لا تفيدكم، هنا تقريبا هذا هو كل شيء الذي قد تحتاجون إليه في استخدامكم للوورد. وإلى هنا ينتهي درسي معكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأشخاص الذين يريدون معرفة أشياء أخرى لم أذكرها هنا في هذا الدرس، ما عليهم إلا أن يتركوا تعليق ما، وسوف أجيبهم بصدر رحب، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.